كما كتعرفوا هادو هما الكتاه كيتمو الوانه اللي كيتباعوا بدرهم في الاسواق او معروف اللي كنستعملهم الاضاءه باش يسخنوا هذا باش كندفيهم باش يعيشوا في العلف كنعطي لهم 1000 ديال الديماراج. ها هو. السلام عليكم اصدقاء ومتابعي قناه عادل افريم، تحيه لكم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم تربيه الكتاكيت بالمنزل. كما كتعرفوا هادو هما الكتاكيت الملونه اللي كيتباعوا بدرهم في الاسواق او معروفين. جبت 10 ديال الحبات جريبه هذه نديرها ان شاء الله باش نربيهم ونشوف واش غادي يصدقوا او لا. جبت 10 ديال الحبات بدرهم، دابا العمر ديالهم 28 يوم تقريبا هكاك، عفوا 21 يوم. اللهم بارك. ها هما خرجوا بدلو داك الريش ما كانش هادو معايا، باقي شي باقي ثلاثه اللي باقي ما بدلوش. هما في العلف كنعطي لهم 1000 ديال الديماراج. ها هو ودرتهم في هاد البانيو هذا، كنستعملو حتى الإضاءة بالليل، بالليل كنستعملهم الإضاءة باش يسخنو، هذا باش كندفيهم باش يعيشو من البرد. ضروري يا إخوان باش تربي هاد الكتاكيت هادو، ضروري خصك الإضاءة بالليل باش الحمى غادي يكبر دغيا باش ما يتعطلش. وسخر فيهم الله، والله إلا راه مخير ما كانش هادو معايا، هما كبروا اللهم بارك كلهم، وما كنستعمل لهم لا دواء لا والو، فقط العلف والماء. عاد ان شاء الله غنشري لهم واحد الطاسه ديال العلف العلافه ديالهم ونشري لهم الشرابه ديال الماء. البار ديالهم غير في هاد البانيو هذا، لكن ما كانش حبيت نبارطاجي معاكم. راه يمكن تربيهم في المنزل، ما كيديوش واحد ديال السباس، يمكن لك تربيهم في المنزل ودغيا كيكبروا. يبقاو العنايه والنظافه، دائما تنظف ليهم وتفرش ليهم بحال هكا. انا والله الا كنستعان غير بالربيع، الربيع فرشتو لهم هو اللي غادي ينعسوا عليه. الا كاينه النجاره مزيان ولا التبان ولا تبارك الله عامرة عندو داك. نتمنى يعجبكم الفيديو، متبخلوش علينا بواحد لايك وعواشركم مبروكة. كنعتذرو على هاد التأخير هدا، على حنا شي فيديو كيما قلت ليكم. هاد الكتاكيت هاد الفلاوس هادو راه كيصدقو، غير بقاو شويه ديال العنايه، تهلا فيهم الماكله، الماء يكون نقي والاضاءه يكون عليهم الضوء. يعني دابا راه غيبقى من هنايا حتى السحور، يعني حتى الثلاثه ديال الصباح غتبقى عليهم البوله يعني باش كدفيهم، حتى السمان هادشي اللي كنستعملو الاضاءه ضروري. غيكون كياكل بالنهار ضروري من الإضاءة بالليل باش الفلوس ديالنا يكبر دغيا ويطلع ما غاديش يتعطل. نتمنى يعجبكم الفيديو الأصدقاء، ما تبخلوش علينا بواحد لايك وبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك.